مظاهر الفرحة المعتادة تختفي بعودة الطلاب لمقاعد الدراسة في اليمن للعام السابع على التوالي، لتحل محلها مخاوف ومعاناة مالية ونفسية مع تجدد الشكاوى من نقص المعلمين وارتفاع الرسوم وأسعار المستلزمات الدراسية وعدم توفر الكتاب المدرسي. نواجه صعوبات كثيرة، منها غياب الكادر التعليمي بسبب نزوحهم من الحرب، وعدم توفر الكتب بسبب زيادة أسعارها وشرائها من السوق السوداء. مدينة تعز المحاصرة من قبل الميليشيات تعتبر النموذج الأقوى الذي تتجلى فيه معاناة الأسرة والطلاب، وتبرز فيه الصعوبات التي يواجهها طلبة المدارس مع بدء العام الدراسي. استمرار الحصار وقطع الطرق في تعز والقنص والقصف العشوائي الحوثي للأحياء والمناطق الآهلة لا سيما على خطوط التماس عوامل تؤثر على العملية التعليمية والحياتية بشكل عام وتحد من حركة الطلاب وتنقلاتهم. الجانب النفسي، الطالبات الطلاب بشكل عام يمرون بحالة نفسية صعبة، وذلك بسبب القذائف التي تسقط هنا وهناك في كل ليلة وفي كل يوم. أيضا الجانب الصحي الذي يأتي من التغذية، والتغذية تكاد منعدمة بسبب الغلاء الذي سببه الكبير وهو الحصار. أكثر من 200 مدرسة تعرضت للنهب والدمار الجزئي في تعز، بينها 28 مدرسة تعرضت للدمار الشامل جراء القتال، واضطرت السلطات لإغلاق مدارس أخرى في مناطق التماس ونقلت طلابها إلى مدارس آمنة. صعوبة التنقل للإخوة المعلمين، هناك أعداد كبيرة من المدرسين الذين يسكنون الحوبان ويسكنون القناد ويسكنون المناطق القاعدة وأماكن أخرى، لا يستطيعون الوصول إلى هنا لأنه إذا أراد أن يصل يحتاج إلى 7 ساعات لكي يصل. هذا أيضا نتيجة مباشرة لهذا الحصار الخانق. يشكو الطلاب من ارتفاع تكلفة الكتب ومستلزمات المدارس، حيث تقدر نسبة الزيادة بنحو 120%، وهو ما يشكل عبئا كبيرا على الأسر في المدينة التي تعاني بفعل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. يضاف إلى ذلك وفق مصادر تربوية الجانب النفسي الذي يعاني منه الطلاب بسبب قذائف ميليشيات الحوثي التي تتساقط هنا وهناك في أحياء مختلفة من المدينة، فضلاً عن المعاناة من نقص الخدمات الصحية وانعدام الأمن الغذائي لمعظم الأسر بسبب الغلاء والحصار.